أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: دائما نحن نترضى عن الصحابة ونقول رضي الله عنهم جميعا، ولكن سؤالي: هل الصحابة بمنزلة واحدة في الجنة مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا كما في الآية الكريمة. وهذا لا يقتصر على الصحابة، إن كان الصحابة لهم فضل على غيرهم، لكن كل من أطاع الله والرسول فهو من هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمتاز الصحابة صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ومناصرتهم له، تعلمهم عليه ورؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وبجهادهم معه. فضلهم لا يناله أحد ممن جاء بعدهم، وإنما حسب من جاء بعدهم أن يقتدي بهم وأن يسير على منهجهم. والصحابة يتفاوتون في الجنة، وسائر المؤمنين يتفاوتون في الجنة في منازلهم. قال تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. نعم.